طفل من نازحي ناحية جرف الصخر والذين يسكنون الآن في مخيم للنازحين في اللطيفية الشمالية محافظة بابل تمنى أن يصبح مهندساً، والسبب كي يبني بيوت أهالي ناحية جرف الصخر التي تهدمت بسبب العمليات العسكرية والتي ابتعدت الحكومة عن دورها في بناء هذه البيوت. فلنشاهد. حاليا عندنا طالب الأخ أيضا من مخيم اللطيفية راح يحكي لنا شنو اسمه، شنو يدرس، يا صاف شنو يريد يصير من يكبر. يلا تفضل أستاذ. أنا اسمي خليل علي، من أرجع أدير الزكاتة يعني. أرجع أدير هنا، أروح ألعب مع الأطفال وأساعد شكو واحد يحتاج ونطي شيء وألعب مع الأطفال وراح قاعد أقرأ وأكتب وما ألعب ولا هاي. من أكمل دراستي أطلع ألعب وهاي، من أروح أقرأ، من أريد أكل أغسل إيدين وهاي. حافظ الدرس، درس اليوم ما المدرسة. والله عافية خليل بطل. خليل شنو تريد تصير من تكبر؟ مهندس. ليش تصير مهندس؟ أبني بيوتنا ومن أرجع جرف الصخر أبني هم. يقول خليل أنه أريد أصير مهندس معماري من أرجع جرف الصخر، لأن جرف الصخر يعني تأذت بسبب حرب، الحرب مع داعش الإرهابي فتأذت هاي المنطقة، فيريد يرجع هناك ويصير مهندس من يكبر. أسويها البيوت. عافية. يسويها البيوت ويبنيها. ويبنيها حتى أهله وعشيرته كلهم يرجعون لمنطقته. مبروك، مبروك النجاح. أنا خليل، أبو أسلم.